سيداتي نساتي سادتي أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة، حيث سيكون فريق ليفربول يواجه ليفربول. نريد أن نمضي وقتا رائعا في متابعة هذا اللقاء في ظل هذه الأجواء الجميلة، نريدها مباراة ممتعة ومثيرة. ديفيد جينيولا، عند فرصة التمرير، بيلينغهام، آلان شيرر، كرة بتصل لماركوس يورينتي، وصلت لآلان شيرر، يتقدم بالكرة. هدف أول هنا في هذا اللقاء من نصيب فينيسيوس جونيور. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى. شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك رغم حجم الضغط الموجود في اللعبة. تعود المباراة من جديد، والآن ليفربول تحت ضغط تعديل النتيجة. كايل ووكر، راميريز يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر، فرصة للتسجيل في المرمى. الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. راميريز قطع للكرة قبل أن تزداد الخطورة. فينيسيوس، شوف السيطرة، شوف الاستحواذ، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. الحكم يتدخل ويحتسب خطأ لمصلحة ليفربول. شوف قطع الكرة الأخيرة، تدخل ذكي في اللعبة الماضية. فينيسيوس جونيور الآن مع بيلينغهام، فرصة خطيرة، بدون مشاكل يتصدى كوبل هنا. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع، فرصة تقليص الفارق الآن، هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجونه في قادم الأوقات. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. إذا تنتهي أحداث الشوط الأول مع صافرة النهاية. عودة إلى مجريات اللقاء وانطلاقة الشوط الثاني على تقدم ليفربول في النتيجة حتى الآن. برونو فرنانديز، افتكاك ممتاز للكرة، أضاعوا الكرة. بيلينغهام، آلان شيرر، ليفربول يهاجم، فرصة كبيرة للتسجيل. فينيسيوس، برونو فرنانديز، ووكر، راميريز، ديفيد جينيولا، برونو فرنانديز، ماركوس يورينتي، برونو فرنانديز. حارس المرمى لم ينقذ الموقف كاملا. ساكا، كرة عند جينيولا، تصل إلى ساكا، ساكا وفرصة خطيرة،
كانت فرصة متاحة للتسجيل، لكن في الأخير الكرة بتروح إلى ركلة مرمى. غريمالدو، تيبو كورتوا، فريمبون، كرة بتصل ماركوس يورينتي. 8 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. لا زال الجمهور صاحب الأرض يؤمن بالحظوظ على الرغم من أن المباراة لم يتبقى فيها الكثير. أجواء مجنونة نعيشها في هذه اللحظات، هدف واحد يفصل بين الفريقين، وهذه هي صفرة نهاية المباراة وفوز من نصيب ليفربول. المباراة شهدت ندية كبيرة من الفريقين، والتفاصيل الصغيرة هي من حسمت الانتصار في الملعب في رأيي. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. طبعا ومعكم محدثكم فارس عوض، نرافقكم من كابينة التعليق. على أمل بأن تكون مواجهة ممتعة لكل الحاضرين والمتابعين. فريق ليفربول في مواجهة ديربي كاونتي، مباراة اليوم نريدها كبيرة، نتمنى بأن تكون فيها الإثارة حاضرة من البداية حتى صافرة النهاية. نريد أن نستمتع بهذه المواجهة لأقصى درجة ممكنة. لا بيقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. الكرة تعود إلى ليفربول، بداية محاولة مع رونالدو. الحارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. ماركوس يورينتي، كريستيانو رونالدو، قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. فينيسيوس جونيور، كارلوس ألبيرتو، كرة مع كوتشا، كرة مع ديابي، تدخل ممتاز الكرة وبالتالي تتحول الكرة إلى رمي التماس. كريستيانو رونالدو، ملعوبة إلى فان دايك، بيزلي، ماركوس يورينتي، كرة مع شيرر، واعتراض ناجح لهذه التمريرة. أهداف المباراة، يكسر التعادل السلبي، تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور تغيرت، نقطة تحول بعد هذا الهدف الآن. نشوف إعادة الهدف من جديد، عرضية راحت بشكل جميل وبشكل مثالي، لعبها براسه في المرمى، حلوة الكرة. برونو فرنانديز، فريمبون، الآن تأتي المساندة. والآن وصلنا لختام أحداث الشوط الأول. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. برونو فرنانديز، وصلت لآلان شيرر، لورينتي أمام الليفر، فرصة للعودة في النتيجة من الركلة الركنية.
حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعد هذه الكرة. غوريتسكا وصلت لفينيسيوس. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. أوهو، وكرة في المرمى. تعادل الآن من نصيب الريدز ليفربول. وهنا إعادة الهدف. شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. بشدة الكرة، فرصة للتقدم في المباراة. الله على هذا الهدف، هدف يعيد الأفضلية والتقدم في النتيجة. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من إنهاء، يا لها من كرة رغم الضغط الكبير على الكرة، لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون تردد. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدف لهدف. فريم بونغ، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. كرهها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. بيلينغهام، الكرة مع شيرر. دفاع حديدي، خلص الكرة وأوقف المحاولة. فرصة للتعادل، الكرة للتعادل الآن. الله، هدف التعادل يأتي في اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية. اللاعب أطلق صافرته وسجل هذا الهدف. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. ممتاز نقل اللاعب الآن في الأمام، قد نشاهد هدف التقدم في لحظات قاتلة. الثلاث دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة بيخلصها في هذه اللقطة. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، وتنطلق في هذه اللحظات صافرة النهاية معلنتان عن نهاية المباراة بتعادل ليفربول. المدرب رمى بكل الأوراق في النهاية وراهن على التعادل ونجح في ذلك، تعادل بطعم الفوز في مثل هذه الظروف. سيداتي نساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. وكالعادة معكم سأكون في التعليق على هذا اللقاء. توقعات كبيرة ونتمنى مباراة على هذا المستوى من التوقعات. فريق ليفربول يواجه فريق ريال مدريد، الكل يتطلع لهذه المباراة. نأمل بأن نشاهد لقاء مثير وأهداف عديدة، نريدها مباراة جميلة فيها كل المتعة، ولا نريد أي شيء سلبي اليوم. برونو فرنانديز يتحرك ثميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. كيليان مبابي، ساديو ماني، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. أ
الهجوم الآن من جانب فيني واللي ينتظر منه الكثير، والتصدي لكن الكرة ما زالت في الملعب. فورلان، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. لورينتي، كيليان مبابي، فورلان الآن مع رودريجو، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل، إذا أردت أن تقضي على أحد عليك بالضربة الأولى، وأي ضربة أولى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. برونو فرنانديز، ماركوس ليورينتي، تدخل قوي، رودريجو، فورلان، هنا إلى رودريجو، راحت إلى فورلان، فرصة هدف لمبابي. مستحيل، الكرة في المرمى، الهدف يأتي وريال مدريد بفارق الهدفين الآن. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة، أشعرنا كما لو كان في الملعب أمامه فاضي تماما. هدف رائع، هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية شوط المباراة. ليفربول يقرر الاستعانة بدكة المدراء. والشوط الثاني ينطلق مع نتيجة تشير لتقدم مريح لمصلحة فريق ريال مدريد. بيلينغهام، بتروح عند ساديو ماني، أوديغارد، وصلت لرودريجو، حارس المرمى الصاحي، والتسديدة أساسا كانت من مسافة بعيدة. بيلينغهام، وصلت إلى فينيسيوس، كرة عند بيلينغهام، فرصة لبيلينغهام، نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. بيلينغهام يتوغل ويتقدم إلى الأمام ويقود الهجوم هنا. لا، بيقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. فورلان، جانلوكا زامبروتا، رودريجو، أوديغارد، ملعوبة إلى مبابي، وصلت لمبابي، ماركوس ليورينتي، واللعب متواصل بعد هذا التصدي. الكرة تبعد في هذه اللحظة. الآن 10 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية اللقاء. ساديو ماني، فورلان، الحكم يطلق صافرة معلنا عن وجود خطأ في مكان قد يشكل خطورة. كرة هدف الآن، الله، كرة ثابتة تحرك الشباك، تحرك المشاعر، تحرك القلوب والحناجر. الله على الدقة في التصويب. أوديغارد، جانلوكا زامبروتا، رودريجو، ريكاردو كارفاليو، نهاية المباراة. الصافرة تنهي الأمور. خسارة الليفر في هذه المواجهة لم يكن في موعد اليوم، هزيمة مؤلمة وقاسية للفريق. كيف سيخرج الفريق بالتأكيد ويتجاوزها بعد هذه الخسارة الثقيلة يا ترى؟
مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في المباراة الكبيرة، يوم مرتقب والكل يحضر للاستمتاع بقمة منتظرة بين الفريقين. من كابينة التعليق هذه تحياتي محدثكم فارس عواض ومتابعة حية لهذه المباراة. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات، حيث سيكون فريق ليفربول ضد غلطة سراي، الكل يتطلع لهذه المواجهة. أتمنى بأن تكون الإثارة والندية حاضرة حتى نستمتع بهذه المباراة. لارس ريكن، موسيالا، راحت لنستروي، تدخل خاطئ من لاعب ليفربول. ريكن، التحرك الجيد يساعد في قطع الكرة. والآن مع فينيسيوس، فرصة للتقدم في المباراة، والحارس يتدخل تحت هذا الضغط وينهي الأمور، يبعدها ويبعد الخطر عن فريقه. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. ماركوس يورينتي، فريمبون، تحول في الاستحواذ، جمال موسيالا، تقدم ممتاز باتجاه، هل يسجل الآن؟ كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن، بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. شلوتربيك، ألفاريز، ريكن، ولا مع موسيالا، فريمبون، برونو فرنانديز، ماركوس يورينتي، يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضائع. بمبدأ الأمان خلص المدافع. الحكم ينهي الشوط الأول والفريقان إلى غرف الملابس لالتقاط الأنفاس ثم للعودة مرة أخرى. الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا. بيلينغهام، الكرة مع شيرر، ألفاريز، بتروح لجمال موسيالا، فينيسيوس جونيور، مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في نصف الساعة الأخيرة. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. الحكم يتدخل ويحتسب خطأ لمصلحة ليفربول. انذار شفوي في هذه المرة، قد يتحول إلى كرت أصفر إذا ما تكرر مرة أخرى. ماركوس يورينتي، تصويب على المرمى، ضاعت الفرصة على الفريق، قرر أن يسدد وكانت الكرة بعيدة، كان ممكن يركز فيها أو يعتمد على بناء الهجمة المنظمة. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. شلوتربيك، فريمبون، ماركوس يورينتي، بيلينغهام، ونحن نقترب من نهاية هذه المباراة والتعادل مستمر. عمل كبير من الجمهور لتحفيز الفريق من أجل تحقيق التقدم وخطف الفوز في هذه اللحظات. جمال موسيالا، حكم اللقاء يضيف 3 دقائق الآن.
وها هي الصافرة لنهاية المباراة، والنتيجة هنا بالتعادل السلبي بين الفريقين الذي لا يريده أي متابع محايد، الكل يريد مشاهدة الأداء في المباريات، واليوم غابت لأن المباراة كانت فيها ندية بدنية كبيرة جدا وأداء دفاعي بتركيز عالي من الطرفين. Here's the surprise. We're going to disperse your profit right at this moment. Like all? Oh my God. Yeah. Yeah. The profit you made, the 80% profit share at this moment, right at this moment. Can you check your phone? I want to check my Binance right that. Now. You can see that. Oh. 20K. Have you found your payment yet? Good. Well, let me show you. Oh, amazing, man. سيداتي نساتي سادتي، أجمل تحية مني أينما كنتم. اليوم نجلب لكم مباراة كبيرة في أجواء حماسية وغير عادية. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة، ولا نتحمس أكثر لهذه المباراة مع الحماس الموجود في كل مكان في الملعب. الكل متحمس جدا لهذه المباراة، وأتمنى أن تكون على مستوى الحدث وترضي هذه الجماهير الحاضرة. ماركوس يورينتي، كرة في وضعية هجومية، كانت محاولة جيدة لكن فقد الكرة، ضاعت الفرصة. الكرة مع الليفر، بيلينغهام ملعوبة إلى فرنانديز. بيلينغهام، ماركوس راشفورد، تاكلينج مثالي. آلان شيرر بيعدي فيها، فرصة الآن. أوهو، ممتاز كورتوا في التصدي، الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. زيكو، آلان شيرر الآن مع بيلينغهام، وصلت إلى فينيسيوس. أوهو، هدف عكسي هنا وكابوس يحدث في أرضية الملعب. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. جانلوكا زامبروتا، برونو جيماريتش، تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى. تدخل ممتاز الكرة، وبالتالي تتحول الكرة إلى رمي التماس. الكرة مع شيرر، كرة بتصل ماركوس يورينتي وفينيسيوس، وفيها خطورة. الله، هدف يأتي ويوسع الفارق لهدفين في هذه اللحظات. وهنا إعادة الهدف، شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. المدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء.
ممتاز لريفالدو الآن. ثلاث دقائق يضيف حكم المباراة إلى عمر هذا اللقاء. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. انتهت المحاولة، الكرة مع الفريق الآخر. والآن تعلن الصافرة عن نهاية مجريات الشوط الأول. Coming up half time, don't forget we'll be having the lucky raffle and also don't forget the lucky program draw number. يعود الفريقين إلى الملعب وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي. ريفالدو، تحكم سيء بالكرة من اللاعب وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. كرة مع ريفالدو، الكرة في التماس في هذه اللحظات. فينيسيوس، وصلت لآلان شيرر. يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة. هلا ولام بيلينغهام، الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. الآن وقت إجراء تغيير والخروج لدكة البدلاء. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. ماركوس راشفورد، ماركوس راشفورد، جيماريتش، المساحة أمامه في هذه اللحظات. نشوف الإعادة، قرار ممتاز من حكم الراية على الرغم من أن الفارق كان بسيط جدا، لكن بالفعل اللاعب كان متقدم عن آخر مدافع. القرار واضح بالتبديل وعليه التواجد الآن في كرسي البدلاء. برونو فرنانديز، بيلينغهام، ماركوس يورينتي، غريمالدو. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. فقدوا الاستحواذ على الكرة. فينربخشة يتقدم الكرة نحو الهجوم. تدخل خاطئ من لاعب ليفربول. كرة بتتمرر الآن. ريبيري، خطأ يحتسب الحكم على ليفربول. هدف يشعل المباراة في الوقت المتبقي، ما زالت الإثارة مستمرة حتى الصافرة. هنا إعادة الهدف، هنا تنفيذ الخطأ من مسافة بعيدة. ما كان في بال أحد بأنه قادر على التسجيل من هذه المسافة، لكنه نجح وفاجأ الجميع، وربما أكثر من تفاجأ كان حارس المرمى. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. فينيسيوس جونيور، هالاند. وهذه هي صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، واللي تعلن عن تحقيق ليفربول للانتصار. مباراة كانت متقاربة في المستوى، ومن المهم بأن الفريق خرج منتصرا حتى لو كان الانتصار بفارق هدف وحيد. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وسط هذه الأجواء المثالية لممارسة كرة القدم، وكل شيء جاهز لهذا اللقاء.
معكم فارس عوض وهذه تحيتي لكم من كابينة التعليق. نريدها مباراة مليئة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين، حيث سيكون فريق ليفربول في مواجهة فريق ميلان. نتمنى بأن تكون هذه المواجهة على قدر الحدث وأن ترتقي لمستوى التطلعات والآمال. بيلينغهام، كرة بتصل ماركوس يورينتي، برونو فرنانديز، كرة عند بيلينغهام، ديابي. يحدث تغيير في السيطرة، بمر فيها بعديه، أوهو الكرة في المرمى. حارس المرمى من حقه أن يغضب بعد التصدي أول في منتهى الروعة. نشوف الهدف مرة أخرى. في البداية الحارس قام بالتصدي بشكل ممتاز، لكن المتابعة كانت موجودة. لا يلام الحارس بالتأكيد على هذا الهدف لأنه بذل أقصى ما لديه وحاول أن يمنع الكرة من دخول المرمى. مايكل بالك، راحت الكرة إلى ماتيوس، بافل نيدفيد، الحلول أمامه في الهجوم. الله على كرة في المرمى، هدف التعادل يأتي من الميلان. الروسونيري سريعا في العودة. يا سلام على المهارة، شوف الإعادة، شوف اللقطة الفنية، شوف تجاوز المدافع، شوف كيف سجل الهدف. الله على المتعة الحقيقية لكرة القدم، هذه الأمور التي تحبها الجماهير. بيلينغهام، وصلت لآلان شيرر، ماركوس يورينتي، والآن مع فينيسيوس، بافل نيدفيد، ساديو ماني، بتروح لباتريك فييرا، ديابي يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، ما زالت الفرصة. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. انظر إلى الإعادة، انظر من أين أتى، انظر إلى هذه اللعبة الفردية، شوف المهارة، شوف الإمكانيات، شوف التقدم، شوف الانطلاق، شوف استغلال المساحات. الله على الكرة في الشباك. فريمبون، كرة عند بيلينغهام، ماركوس يورينتي، الآن تصل المساندة بالنسبة له. وضاعت الفرصة وراحت معها الخطورة. لورينتي، تصدي قوي، بافل نيدفيد، والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. Now, please remind you that racism will not be tolerated in any form, and offenders will be removed from the stadium. انطلاق الشوط الثاني من المباراة هنا، والنتيجة تشير إلى تقدم ميلان، لكنه تقدم غير حاسم. ماركوس يورينتي، تحرك جيد في الثلث الهجومي، محاولة شكلها منظم، فيها خطورة، لكن خسر الكرة في النهاية. ديابي، برونو فرنانديز، تقدم هجومي ممتاز، يكسب أرض في مناطق الخطورة. ديابي، باتريك فييرا، عنده فرصة للتسجيل، تصدي من كورتوا، والخطورة مستمرة. انتهت الخطورة هنا. الكرة مع شيرر، بكرها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. وهنا موسى ديابي،
ديابي. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. رائع التدخل في توقيت ممتاز لإنهاء الخطورة. الجمهور في الموعد يقدم كل ما لديه لفريقه من أجل العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة. هدف واحد فقط، كل ما يحتاجونه للعودة. فرصة للتقدم الآن من جديد. يا رب، فعلها مرة أخرى، سجل لثاني مرة اليوم، يقدم مباراة كبيرة ويحلم بالهاتريك الآن. تأتي في هذه اللحظات صافرة نهاية المباراة لتعلن عن هزيمة الليفر. مباراة كانت صعبة، الخسارة في النهاية ليست نهاية المطاف، سيكون على الفريق بأن يتحسن في بعض الأمور ليعود أقوى.